عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هفتح معاكم صندوق تجهيزات رمضان من شركة مون للإنتاج التعليمي. أول حاجة في الصندوق المصليات بتاعة الأطفال، في لون للبنات ولون للأولاد. المصلية حجمها كبير جدا وده التصميم بتاعها. ومبطنه من ورا تبطين مش تخين قوي، بس يعني مش رفيع قوي برضه، يعني مش مجرد حته قماشه زي بعض المصاريف الاطفال. طيب تاني حاجه، هديه رمضان للاطفال، الناس اللي بيحبوا يجيبوا هدايا او بتتوزع في المساجد، بتبقى عباره عن شنطه شيك كده، وبرضه في منها لون للاولاد ولون للبنات. محتوياتها ايه الشنطه دي؟ فيها بازل، فيها حصانة تتركب على شكل قلب، وفيها ستيكرز وأحاديث نبوية، فيها اللوحة اللي الطفل بيعلم فيها على العبادات بتاعته كل يوم في رمضان ويدي نفسه في الآخر درجة، وفيها كتيب تلوين، وفيها مصلية برضو للأطفال وبرضه مبطنة، بتبقى طرية مش ناشفة على الأرض. وبعدين عندنا لعبة تحدي رمضان، دي كانت عندنا السنة اللي فاتت كنا بنحبها قوي، فأنا مش هفتحها عشان نديها لحد هدية بصراحة. بص، هي عبارة عن لوحة يعني شبه السلم والتعبان كده، بس بيبقى فيه كروت وأسئلة، واللي يكسب يتحرك على عدد النقاط اللي موجودة على الكارت، واللي يوصل الأول في الآخر هو الكسبان. في بستان القرآن، ده منتج علشان يساعد الطفل انه يراجع الورد بتاعه من القرآن. هي مش لعبة، هي عبارة عن لوحة مغناطيسية اهي، بتتعلق ومعاها المغناطيسات دي على عدد الاجزاء بتاعة القرآن. مثلا ده الجزء الثاني، لما يراجعوا يلزقوا يعمر البستان بتاعه، يزرع البستان يعني. ده الجزء الـ14، ما يخلصوا يلزقوا. اسمها ايه؟ بستان القرآن. وفي مستكشف القرآن الكريم، دي لعبة بقى بصراحة انا لسه هفتحها معاكم دلوقتي، انا معرفش جواها ايه. ففي لوحة اللعب اهي، ودي الكروت والحاجات اللي هنلعب بيها. طريقه اللعبه هتلاقوها مكتوبه ورا العلبه، بس طبعا ايه مش فاضيين دلوقتي ان احنا نقراها بعدين. الحاجات اللي هجربها وهلعبها مع الاولاد هبقى انزل لكم عنها تاني. ودي مسابقات المعارك الاسلاميه الكبرى، دي اعتقد انا اول مره اشوف منتج بيتكلم عن الغزوات لوحده كده ومخصص ليه، يعني مش السيره ككل. فخلينا نفتحها. ما شاء الله، ده شكل لوحة اللعب. خلينا نقف بقى، هي بالشقلوب ولا ايه؟ المفروض تتمسك كده. ومن ورا هتلاقوا خريطة العالم الإسلامي، وهنا ده اللي هو زي كتالوج، ده بيقولوا عليه ايه؟ تعليمات اللعب، وكمان هما كاتبين عن كل معركة المعلومات بتاعتها. يبقى ده الكتاب اللي هنتعلم منه المعلومات بقى اللي هنلعب بيها بعد كده في اللعبة. هو طريقة اللعب طلعت هنا الواحدة اهي، لا هما طلعوا كتابين، كل كتاب بيتكلم عن معارك معينة، وطريقة اللعب بتبقى مكتوبة في الظهر. وهنا دي الكروت والقواشيط والساعة الرملية اللي هنلعب بيها. معلش عشان انا اول مرة افتحها معاكم، فهتلاقوني مش عارفة التفاصيل قوي يعني. كمان في حقيبة الانشطة الرمضانية، دي اللي يحب يجيبها هدايا برضو بدل الشنطة اللي وريتها لكم في الاول. دي هفتحها معاكم ونشوف محتوياتها ايه.
في حاجات كتير هتقع من المواضيع هنا. دي اعتقد زينة الاطفال هيقصوها ويعلقوها مع بعض. في استيكرات، في اذكار الصباح والمساء، يصنع فانوسه بنفسه. يعني بصوا هي انشطة حاجات متفرقة الطفل يعملها بنفسه مع او بمساعدة الام وكده. بصوا هي فيها حاجات كتير فانا مش هعرف امسكها كلها لان هي هتتبهدل مني. وفي الاول كتاب بقى الغاز، استنى احنا نشيل ده خالص كده، مفكرناش في الموضوع ده ليه. شايفين ولا ايه؟ مش متعودة انا اصور فيديوهاتي على فكرة. أنشطة يعني، أنشطة انتوا فاهمين. طيب الكتاب ده، ده كتاب لتعليم الأطفال عن سنة الرسول. أولا هنا هتلاقوا أكواد بتتمسح علشان يسمعوا قصة عن حب الرسول، قصة عن قبل النوم، رداء السعادة. القصص دي هي اللي موجودة جوه الكتاب. يعني مثلا ده رداء السعادة اهو، صورة وقصة، وبعدين القصة بيكون عليها نشاط، فهمتوا؟ وبعدين صورة وقصة، القصة بيكون عليها نشاط، تمام؟ آخر حاجة معانا، طبعا انتوا عارفين المنتجات دي بتاعت شركة مون. دي الروتين اليومي بتاع الأطفال في الصباح وفي المساء، صباح ومساء. بيفتحوا الحاجات دي كده وكل ما يعملوا حاجة بيقفلوها. في مغناطيس هنا بيلزق يعني. بس دي كانت تجهيزات رمضان من شركة مون، هتلاقوهم في معرض الكتاب، هكتب لكم الموقع بتاعهم بالظبط في وصف الفيديو. واشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامة.